لاحظوا معي، عاد ننتقل الى انشاء معالجنا. هذا اهم نقطه الكل ينتبه فيها. اول شيء اختار النموذج الاساسي او الجدول الاساسي الاقسام، ضيف البيانات اللي تشيها. انا احتاج رقم القسم واسم القسم. شو ملاحظات يا سمي؟ ضيفوا عاد. ومن الجدول الثانوي في نفس الوقت لاحظوا اختار جميع الحقول ما عدا المكرر. رقم القسم موجود اساسا، ليش عاد انا عاد اضيفه مره ثانيه؟ خلاص ضيف رقم الموظف وبياناته كامله. التالي تاريخ التحكم انا اضيفه. شوف الان بيظهر لي على شكل مرتبط يتضمن نماذج فرعيه. التالي هيكون الجدول الاساسي كجدول او كنموذج، والثانوي كورقه بيانات. طيب التالي اسمي الجدول الاساسي باسم الاساسي، والفرعي اسميه باسم الفرعي. انهى. لاحظوا ايش اللي بيظهر لي الان. لاحظوا كيف الامر عايز يتسب معي بشكل واضح جدا. الإدارة رقم واحد، والإدارة رقم اثنين، وموظفيها رقم ثلاثة، وموظفيها كمان. التاريخ الاتفاق نقول هنا. طبعا هذا هو الإنشاء. أنا الآن إنشأت وانتشأ لي النموذج اللي بلون الأحمر اللي هو الأساسي والثاني. لو ما جينا الثقة الآن كيف كنت أتحكم بالجداول النول؟ عرض التصميم. إذا لما تعدل أنت أتعدل في الأساسي فقط باليمين وسوي عرض التصميم. الآن أمامك المكان هذا كله تصميم فقط، لا تعمل إلا التصميم. لاحظوا كيف عدنا السوق الآن. هذا العنوان الأساسي أكبره، والبيانات تكون في الوسط، واكتب مثلا نظام البنك اليمني. أنا الآن في مرحلة التصميم بس. طيب كمان أصغر حجمه. أيوه ايش حكايتكم يا طباعة الشيء؟ ايش قالوا الشجرة المثمرة؟ ايش قال مثل يا محمد؟ الشجرة المثمرة. على العموم لاحظوا اتحكم بالتعبئة واخليها مثلا بلون رمادي بهذا الشكل، ولون الخط يكون لون ابيض على ما يبين، او لون اسود، اسود على يبين كمان. طيب الخط هذا ما عجبني، ليش ما نغيره؟ تقدر تغيره باي خط، بس انا عاد اقنع فيه يعني. اقدر اعمل له نسخ وانتقل الى الدي. شوف الدي اللي عارف يظهر لي في الاسفل، اعمل لصق مباشرة. طيب اقدر ايضا اخلي التعبئة نفس التعبئة السابقة اللي طالع، واجي اكتب هنا تصميم وبرمجة من؟ محمد. لو فعلتوا ما فعلتوا مستحيل توصلوا لمستوى محمد القادمي. فعلتوا ما فعلتوا يا حبيبي. مشي مش ورز تطبخه وسبرات. ايوه مرحلة الواجب ولا ماشي؟ مرحلة الواجب. الاسم طاح حلاه. يلا لاحظوا معي، لاحظوا اكمل. هذا الجزء كمان اصغره يا شباب بهذا الشكل، واحاول اوجد الوان مناسبه لحق النظام. طبعا لا، هذا هو العنوان وهذه البيانات، بس لا تنسني في مرحله التصميم الان، ولا تعمل حاجه الا تنسيقاتك بس، افعلهم والله افتح عليك. طيب ايضا بامكاني هذا اخليهم نفس اللون التعبئه. هذه باليمين تلغيها في الشبكة. أنا في وضع تصميم، أنا في وضع تصميم بس أعمل تنسيقاتي والله يفتح علي. تمام، لا تعمل أي حاجة ثانية.
هذا كمان اصغره شويه، بنصغره عن طريق من نقاط تغيير الحجم، تكبير وتسليل. لاحظوا الان مبدئيا نوجه حول التغيرات واشغله مره اخرى. لاحظوا كيف حيكون يظهر لي بهذا الشكل. اقدر ابيض واحذف واعمل كل صغيره وكبيره في هذا النظام. الفكره الاساسيه انك تضيف تعدل تحذف تطبع، هذه الفكره الاساسيه تمام. وكل شيء يعتمد لي على هذا الواجهه اللي امامي. اطبقوا الصمت، هذا صمت غريب. اطبقوا ولا لا؟ انت على النص وطبقه وبعدين على النص الثاني. هو انا الحين قاسم القسمين الانشاء والتنسيقات فقط.